السلام عليكم خاوتي، نروحو نحكي شويه على لاسبيجيك. عبالي قاع تعرفوا لاسبيجيك، قاع استعملتوها من قبل، بصح نروحو نعرفوا سي كوا اكزاكتومون، وشنو هما الدواوات اللي ما نخدموش مع لاسبيجيك، وشنو هو الدور تاعها. صح، الحاجه الاولى لازم نعرفوا بلي لاسبيجيك هادي سي لاسبيرين، لاسيد اسيتيل ساليسيليك، هذا سي لاسبيرين. لقاوها في الدوزاج تاع 100 ملي غرام، في 250 ملي غرام، في 500، ولا حتى في 1000 ملي غرام اللي هي 1 غرام. صح، هذا ثلاث مو نقدروا نقولوا عليه دواء ينحي السترس، بس سي تان اونتي دولور، سي تان اونتالجيك، ينحي السطر، ولا نقولوا عليه بلي دواء يخفف لنا الحمى، سي تان اونتي بيريتيك، نداوي به لا فيافر. وحتى نقدروا نقولوا بلي ينحي لنا الانفلاماسيون. على بالكم بلي لاسبيرين سي تان اونتي انفلاماتوار نو ستيرويديا، عباره عن مضاد التهاب غير ستيرويدي، تسمى ينحي من الالتهابات. بزاف منا يستعمل لاسبيرين اللي هي لاسبيجيك ولا لاسيد اسيتيل ساليسيليك، وما على بالوش بلي كاين دواوات ما يمشيوش معاها. دوك ردوا بالكم سيرتو الناس كبار، لاسبيجيك ولا لاسبيرين ما لازمش نستعملوها كي يكونوا نستعملوا ديجا ان اونتي انفلاماتوار نو ستيرويديا. كي يكونوا ديجا نستعملوا مضاد التهاب غير ستيرويدي، ما نزيدوش نستعملوا مضاد التهاب واحد اخر. لاسبيرين قلت لكم بلي مضاد التهاب غير ستيرويدي، ما نقدروش نستعملوا زوج مضادات التهاب في نفس الوقت. ما نقدروش نستعملوا ثاني لاسبيرين ولا لاسبيجيك كي يكونوا نستعملوا ميديكامو اونتي كواغينو. كاين الناس يستعملوا ادويه مضاده للتخثر كيما سانترون ولا ديزانجيكسيون تشكك، في هذه الحاله ما نقدروش ناخذوا زوج ادويه اللي يقدروا يديروا لنا لو ميم ايفي. اونتي كواغينو مضاد للتخثر، سما يمشي للدوره الدمويه ويجري للدم. لاسبيرين عنده ليفي تاع يمشي الدم، دونك ما نقدروش ناخذوهم في زوج او ميم تو، بس يقدر يكون عندنا ريسك تاع نزيف ولا تاع ايموراجي. حتى الناس اللي يستعملوا الميتوتريكسات دو بريفيرونس ما يستعملوش معها لاسبيجيك. اوكي خاوتي، دوكا الميتوتريكسات هذا ومن بعد نحكيوا عليه باش نعرفوا سي كوا. الناس اللي يستعملوا الميتوتريكسات هم عرفوه، دونك دو بريفيرونس ما يستعملوش لاسوسياسيون مع لاسبيجيك ولا لاسبيرين. دوكا لحقنا لكيفاش نشرب اسبيجيك ولا اسبيرين ولا لاسيد اسيتيل ساليسيليك، شحال الدوزاج تاعي في النهار. صح، بالنسبه للانسان كبير ادولت يقدر يشرب من 1 غرام حتى 3 غرام بار جور، تسمى يقدر يشرب حتى 3 ساشيات، 3 ساشي تاع 1 غرام تاع 1000 ملي غرام بار جول، يبارطاجيها على 3 خطرات. دوكا بالنسبه للاطفال كاين عمليه حنحسبوا بها باش تعرف الدوزاج اللي تمدو لوليدك اكزاكت. عندنا 60 ملي غرام لكل كيلوغرام في الكور تاع وليدك. سما وليدك اذا يوزن 15 كيلو حنديروا 60 ملي غرام فوا 15 كيلو، تخرج لك شحال لا دوز لازم يشربها في 24 ساعه كومبلي، وبعد تقسمها له على 3 خطرات وعلى 4 خطرات بكل بساطه. دوكا لو كان نكثر من لاسبيجيك واش يقدر يصرالي، ولا من لاسيد اسيتيل ساليسيليك ولا لاسبيرين واش يقدر يصرالي؟ نخليكم نتوما تقولوا لي هنا في لي كومونتير. لو كان نشرب بزاف اسبيرين لمده طويله وكل يوم لمده طويله واش يقدر يصرالي؟ قولوا لي هنا في لي كومونتير اذا فهمتوا بيان لو برينسيپ تاع لا فيديو ولو برينسيپ تاع الخدمه تاع هذا الدواء. راني نستناكم.